عالم على وجه الأرض أن يعرف علم التغذية مثل ما عرفه القرآن. فكنا في بعد الحرب العالمية الثانية كان يعني النصائح كلها كانت تصب حول استهلاك البروتينات، لأن الجسم بعدما اكتشف الباحثون أن الجسم لا يخزن البروتينات بينما يخزن الدهون والسكريات. ثم على إثر ظهور مرض الكوارتشيكور، وهو مرض يعني تضخم البطن مع هزال في السيقان، ومرض كان معروف في بعض الدول الإفريقية التي فيها مجاعة، فجاء يعني هذه النصائح كلها جاءت بعد هذا المرض. فبدأوا ينصحون الناس بتناول اللحوم وتناول البروتينات، لأن البروتينات أصلية في التغذية. فيعني انزووا عن استهلاك الحبوب، فبطلوا القمح والشعير، بطلوا عفوا الشعير والذرة ليعلفوها للحيوان ثم يأكل اللحم. فقالوا لماذا نأكل الشعير، يجب أن نعلفه للحيوان ثم نأكل اللحم. لكن القرآن هو عكس تماما هذا النظام، فهذا نظام البشر، والبشر يخطئ أكثر ما يصيب. فكان هذه النصيحة أن أدت بالغرب أمريكا وأوروبا على حد سواء إلى أن الوفيات الآن 50% ممن يموتون في هذه الدول يموتون بأمراض القلب والشرايين. بعد أمراض القلب والشرايين طبعا جاءت هناك سرطانات وأمراض أخرى مثل الأمراض الباطنية والأمراض الجلدية والحساسية والرب وما إلى ذلك، ثم أمراض تتعلق بعد الزوائد مثل التكيسات، مثل الشحوم، مثل الحصى في المرارة، الحصى في الكلية، من جراء هذه كثرة البروتينات. لما العلماء تنبهوا لهذا الحادث، فبدأوا ينصحون الناس بالتوقف عن تناول اللحوم واستبدالها بالنشويات بالحبوب. يعني رجعوا إلى سنة الإنسان بعدما كانوا يعني أنكروا الشعير والذرة. وهناك مكونات لا توجد إلا في شعير والذرة والخرطان، لا يمكن أن توجد في أي حبوب أخرى. حتى القمح لما أخذوا يعني يفصلون النخالة، يعني غربلونه ويتناولون الدقيق الأبيض، فكان هناك يعني أمراض على مستوى الجهاز الهضمي، أمراض خطيرة. لما رجعنا إلى القرآن وجدنا أن ليس هناك كتاب يحدد علم التغذية، نظام الغذاء كما يحدده القرآن، وهو ما تفضلت به في المقدمة. فلينظر الله سبحانه وتعالى، هو الذي خلق البشر، هو الذي يحدد له ماذا يأكل، وأنه والله سبحانه وتعالى يحدد نظام علم التغذية في هذا، وسنرى كذلك في سورة النحل. يعني فلينظر الإنسان، الله كيقول لك فلينظر الإنسان إلى طعامه، يعني هنا القرآن قوي، طعام الإنسان يعني القصر هنا. فلينظر الإنسان إلى طعامه، أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا. الحب هو الأصل في التغذية. فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. نلاحظ أن الحيوانات كذلك تتأثر من هذه الزراعات. هل مثلا لما نعالج مثلا النشويات، القمح الطري هذا بالمبيدات، فهذه المبيدات تبقى في التبن، وهذا التبن لما تستهلكه الحيوانات فهي تتضرر كذلك، ويعني يكون لحمها وحليبها أو لبنها يكون كذلك مسمم. فالأصل في التغذية هو الحب. نفس السياق جاء في سورة النحل، الله سبحانه وتعالى يقول في سورة النحل: وهو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. الماء هو الأول هنا أصنعني، والجمالية فيه تسيمون، يعني ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعنب ومن كل الثمرات. ونفس الترتيب، يعني الحب والزرع هو الأصلي في التغذية وليست اللحوم. من قال أن اللحوم أصلية في التغذية فليعيد علمه وليعيد دراسته، لأن المكونات التي توجد في النشويات هي المكونات التي تجعل الجسم يتخلص من الجذور الحرة ويتخلص من كل السموم التي تترتب عن الهضم. وهضم اللحوم يؤدي إلى كوارث على مستوى القولون، لأن اللحوم لما تهضم تخلف كيتونات وتخلف الديهايدات وتخلف غازات مثل غاز هيدروجين الكبريت، وتخلف كذلك ثاني أكسيد الكربون، وتخلف بعض التوكسينات وبعض السموم التي تفضل على الهضم، يعني هذه تتبقى بعد الهضم، فهذه تتراكم في القولون. فإذا لم تكن هناك نشوية تخرجها من الجسم، فالجسم يبقى معرض لتسمم، لأن الإنسان يمتص من المستقيم.